الحقيقة مكتبة اسكندرية بتشهد نشاطات كتيرة الفترة دي. كان عندهم المعرض الدولي للكتاب، وكمان أعلنوا عن مجموعة من الجوائز والعروض الصيفية اللي طبعا من خلال استقبال عدد كبير من الكتاب والمفكرين في معرض الكتاب. ده بتكلم دلوقتي عن معرض الكتاب الخاص بمكتبة اسكندرية، لكن كمان عاملين في الموسيقى مهرجان الصيف الدولي اللي بتنظمه الحقيقة أو بينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي. وطبعا مهرجان الصيف الدولي في دورته 21 واللي بتقام خلال فترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس القادم بمشاركة فرق وفنانين من عدة دول، سواء كانت دول عربية أو أجنبية. وأولى فعاليات المهرجان هتنطلق يوم الخميس اللي جاي، وهتكون البداية بحفلة للفنان حمزة نمرة. والحقيقة أن المهرجان كمان في تنوع السنة دي كبير جدا، سواء حفلات غنائية، عندنا كمان حفلات موسيقية بيشارك كمان مجموعة من فنانيننا ومطربيننا والموسيقيين كمان. يعني شفت كمان مشاركة للموسيقي الشاب خالد الكمار النهاردة على الفيسبوك، ومجموعة كبيرة كمان من الفنانين منهم فنان هشام عباس. ويمكن هنعرف الحقيقة تفاصيل أكبر وأكثر عن المهرجان الخاص بمكتبة اسكندرية، مهرجان الصيف الدولي. ورئيس الدورة السنة دي هو الموسيقار الكبير وفناننا الكبير راجح داود، هو رئيس الدورة 21 لمهرجان الصيف الدولي بمكتبة اسكندرية. وبنسعد الآن بلقائه هاتفيا. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا، نورتنا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا شخصيا من عشاق حضرتك ومن معجبيك، وبتفائل طبعا بوجود حضرتك على راس مهرجان الصيف الدولي في دورته 21. لو حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن المهرجان السنه دي هيكون عامل ازاي، وفلسفه حضرتك في اللي هتقدمها السنه دي. طيب اولا بس تصحيح للمعلومات، انا مش رئيس المهرجان ولا اي حاجه، المهرجان ملوش رئيس، المهرجان بيشرف عليه قطاع التواصل ومجموعه من القائمين عليه وانا مستشار ليهم، يمكن يعني اكبرهم سنا واكثرهم خبره، لكن يعني هو مهرجان مش على غرار المهرجانات الجديده اللي موجوده منها كتير، يعني هو مهرجان ثقافي وفني بالدرجه الاولى للجمهور المصري وبالاخص الجمهور السكندري، وبيحرص ان هو يقدم فنون متنوعه من موسيقى وسينما ومسرح، بالاضافه للسنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه دي كمان في اهتمام ورش عمل فنيه في مجال الكتابه مثلا السينمائيه او المسرحيه او التاليف الموسيقي او الرسم، او يعني وبيشارك فيه الحقيقه يعني بعراقه المهرجان ده بقى يشارك فيه كمان فنانين كبار بيديروا الندوات والورش الفنيه المتعدده. طبعا هو في اهتمام كبير جدا للمهرجان ده، هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت طبعا في استضافه للفنانين كبار زي حفل الافتتاح وزي حفل الختام وزي بعض الحفلات الموجوده على مدار الشهر، يعني فنانين ليهم اسماء كبيره جدا، ولكن ايضا بيهتم بالتوازي بتقديم شباب ونماذج جديده سواء من فرق موسيقيه او فرق مسرحيه، بعضهم يمكن بيقدم لاول مره على مسرح حقيقي. يعني في فنانين اول مره بيشتركوا. ايوه طبعا. يعني خالد الكمار زي ما حضرتك كتقديم المواهب الجديده، يعني ممكن هو مؤلف يعني عرف مؤخرا انه يعمل موسيقى سينمائيه ومسرحيه وتلفزيونيه الى اخره،
هو أول مرة بيعمل حفلة، يعني حفلة الجمهور يبقى في كونتاكت مباشر، مش الموسيقى بتتباع من خلال ميديا ومسلسل أو عمل سينمائي، إنما بتتذاع معزوفة عزف لايف بحضور. أنت واخد بالك؟ انا بس لما كنت سامع اخر جمله، فلو حضرتك معلش بس اخر جمله، المشكله كان فيه مشكله في الاتصال، فلو ممكن بس لو استاذنك تعيد اخر جمله حضرتك قلتها. اللي هي الخاصه بايه؟ بالجمهور والتفاعل مع الحفلات الموسيقيه القادمه. يعني انا بقول ان في فنانين من الشباب جداد اول مره بيشاركوا. أول مرة بيشاركوا، ومركز الفنون حريص على المبدأ. بالإضافة للعامل الثاني المهم الاقتصادي، إن الحفلات مكتبة، يعني تعرف دلوقتي في بعض الحفلات اللي بتتعمل في الساحل الشمالي وفي العالمين بالظبط، في مهرجان العالمين شغال. يعني أسعار ليست متناول الا فئه ضئيله جدا 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 من المجتمع. مفهوم. يعني لما بتبقى تذاكر بالاف فات الجنيهات، طبعا دي خارج السياق، خارج الطبقه المتوسطه اللي احنا. ما الجميل يكون في ده ويكون في ده، يبقى في كل الاذواق. المكتبه حريصه على انه الاسعار دايما بتبقى في متناول الجميع. الطلبه والجمهور العادي، يعني ودي سياسه على فكره، يعني ده سياسه. يعني زي ما انت بتقول ممكن يبقى كده كده، ممكن كل حاجه، انت واخد بالك؟ لكن اللي معاه اموال كثيره بيبقى عنده قدره ان هو يحضر حفلات ان شاء الله في اوروبا. ايوه الاهتمام الاكبر اللي لازم يكون موجود هو للطبقه اللي موجوده جوه مصر، الطبقه المتوسطه. أيوة. اللي قدراتها في الاخر محدوده كمان، يعني المهم طبعا الحاله الاقتصاديه اللي احنا بنعاني منها واللي نتيجتها طبعا غلو في الاسعار، ويعني نتيجه لاسباب كثيره. لكن المكتبه حريصه على انها رغم كده انها تقدم للجمهور السكندري بصفه، يعني بصفه عامه الجمهور المصري، بس بصفه خاصه طبعا الجمهور السكندري. وعلى فكره بيجي المهرجان ده ناس كثيره من البلاد القريبه من اسكندريه، يعني القرى القريبه من اسكندريه. وده مهم طبعا. طبعا ده مهم جدا، يعني نوصل لكل الطبقات وكمان يكون باسعار لطيفه. وانا شايف كمان في تنوع كبير في الاختيارات ما بين فنانين، يعني فنانين التسعينيات وفنانين ايضا الجيل الاجدد، وفي موسيقيين كمان كبار وشباب. كل الفنانين الكبار اللي موجودين في مصر بيحرصوا لما بيدعوا، بيتم دعوتهم يعني عشان يشاركوا في المهرجان ده، يبقوا مرحبين جدا جدا جدا، لأن الفنان مش مشكلته الوحيدة إن هو الحفلة جابت كام وأنا أخدت كام، إنما التواصل مع الجمهور ده شيء طبعا. يعني حفلة زي حفلة البداية بتاعت حمزة نمرة، التذاكر يمكن خلصت من أسبوعين فاتوا. ده حلو جدا. يعني بعديها بيومين ثلاثة كانت التذاكر كلها اتباعت، وتذاكر في اسعار عاديه جدا، يعني في مقدار المواطن العادي. وبيحضر الحفلات دي يعني يوميا بيبقى في 3000 و4000 واحد بيحضروا حفلات، فدي تظاهره ثقافيه مهمه جدا جدا جدا. طبعا. واحنا كمان سمعنا انه في فنانين من بره مصر هيشاركوا كمان. طبعا. بيبقى في المهرجان ده بقاله 21 سنه، فعامل يعني علاقات صداقه مع فنانين كتير من خلال طبعا المراكز الثقافيه المعتمده اللي موجوده في مصر. فبيجي فنانين من اوروبا وفنانين من الدول العربيه، وفي كمان في حفلات بتبقى
يعني بيبقى في ورك شوب ما بين فرقتين مثلا، فرقه مصريه وفرقه اجنبيه، ويعملوا فيوجن بقى وميكس لطيف وكده، او يعملوا حاجه كولابوريشن جميله جدا، وبتساعد يعني، يعني بتدي دايما رؤى ووجهات نظر مختلفه لما هو سائد يعني. جميل جدا، انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، الموسيقار الكبير وفنان الكبير الاستاذ راجح داوود، شرفتنا ونورتنا وبشكرك على وجودك معانا.